مناطق في بيت حانون وبيت لاهيا ونتساريم والقرارة وخان يونس شهدت قصفا عنيفا، ونحن نستمع الآن إلى قصف عنيف على قطاع غزة، وكانت في بعض المناطق مباشرة بين الجانبين تواجه خلالها عناصر حماس والقوات الإسرائيلية وجها لوجه من مسافة قريبة. ومنذ أمس ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 16، فيما نقل 17 مصابا إلى المستشفيات، بعضهم جروحه خطيرة. والقصف مشاهدين مستمر على قطاع غزة، أصوات المدفعية وكذلك الطائرات المسيرة التي تمسح سماء غزة، يعقب ذلك قصف إسرائيلي على القطاع. الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن قصف إسرائيلي على محيط مستشفى القدس، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.